تونس اليوم جاك يحب يفدلك يحب يضحك يحب معناتها يلقى روحه معناتها في الامبيونس اللي انت تحب تطرحها في الموضوع في الحكايه. الحمد لله الجمهور تاع القروان جمهور سخون برشا اللي نعرف القروان جمهورها متعطش جمهورها القروان مدينة برشا ثقافة تاريخ معناتها القروان مدينة متميزة على الأخر في الحضارة متاعها التاريخية كان نرجعوا معناها تراث كبير في القروان يعني الجمهور متاع القروان جمهور مثقف جمهور واعي جمهور يعرف جمهور يفهم ما تنجمش تعمل باساج من القروان من غير ما تأثر من غير ما تحط البصمة متاعك من غير ما تشبد مواضيع اللي تهم القراوة وتهم حياتهم وتهم العروبة متاعهم وتهم معناتها القضية اللي دافعوا عليها معناتها احنا عرب صحيح توانسة ما عندنا قضايا معناتها عربية ندافعوا عليها القضايا تهمنا معناها من المرأة العزوزة من المرأة المثقفة للراجل العادي معناتها بكل الأطياف. أنا فرحان برشا اليوم بالعرض هذايا بالنسبة لي ما ثم شيخة على الركح خاصة أنه كي تعطي الجمهور يرجع لك من خلال التفاعل من خلال حتى شفت الكلام النقاش وليت تتناقش مع الجمهور ولينا نحكيو دونك هذه حاجه ممتازه اللي ما تصيرش في برشا عروض ساعه ثم عروض تلقى الجمهور روتيني يتفرج فقط هنا الجمهور يتفاعل معك يدزك يحب يوقعك يحب يعطيك كلمه يحب دونك تولي انت معاه تولي حال وذنك تولي تسمع في الكلام وتحب تتفاعل معاه وترجع ليه هذاك علاش اليوم كانت الصوره نتاع العرض بالنسبه لي انا متميزه وان شاء الله نرجع مره اخرى للقروات في مهرجان صيفي ومهرجانات اخرى ونقدموا حاجات ما احلى ان شاء الله. يمكن صحيح انا على باز مسرحي استاذ مسرح من عمري 13 عام في المسرح ناس ممكن شافتني في التلفزه في اطار ضيق نعم. في سكتش في ستاند اب في سيت كوم في رول في كذا لكن بالنسبه لي المسرح حاجه اخرى شفت دي تكنيك اخرين وخدمه اخرى على الجسد وخدمه اخرى على كل شيء دونك هذه المهنه نتاعنا هذه الركح ما نجم نكون وكان قال استاذي مختار الوزير اسياد هذا الركح نعم. يعني نتاعنا لازم ما نغلطوش لازم نعملوا حاجه متميزه خاطر احنا نتحاسبوا اكثر من الفنان اللي مش متكون برشا في المسرح ولا قاري مسرح احنا نتحاسبوا اكثر دونك لازمنا نعطي قيمه. نحب نشكر ليكيب تكنيك كما شفتوا نخدموا باضاءه متميزه نخدموا بخدمه كامله باش تكون الايماج مع النص مع الخدمه مع الموسيقى مع كل شيء تكون حاجه يعني توصل للجمهور في قالب فني في خاطر انت كي باش تعمل كعكه لازم تكون مزيانه وبنينه باش تشريها كي تعملها كيكه وبرا اللي تعدى يتفرج ويتعدى ما يشريش احنا نحبوا العرض نتاعنا اللي يتفرج يشري العرض ويحب العرض ويضحك مع العرض ويطعم خاصه وعرض ديليسيو الحمد لله هذه حبينا نوصلوا شكرا الحياه فاهم على وقوفها الى جانب العرض مش نصور روحي مش نضحك هكا ومش يعمل لنا جو كيما مثلا كيما روف في التلفزه مش كيما ريناه توا فسفاس فهمت عرض بيرفكت بالحق يعطيه الف 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 صح انا معاه بالكدا بالحق ما كنتش نتصور هكا مي محلي ونقول له يواصل عرض ممتاز على الاخر ودخل الضحكه في قلب القراوه والحمد لله يا ربك جانا وليد وفرح بينا لهنا وعمل الجو وببليك شفته شيخنا نسى كل ويعطيه الصحة وبرافو الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة